في السعودية حاليا موجود كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونجولو كانتي، ثلاث نجوم ضمن صفقات كتير عايزة تعملها الأندية السعودية للترويج للدوري السعودي. لكن هل السعودية هتكون أول بلد يحاول يعمل تجربة شراء النجوم؟ وإيه مصير التجارب اللي فاتت؟ وإيه مختلف المرة دي؟ في الصين بدأ أول دوري محترف سنة 1994، لكن فشل في جذب الجمهور عشان يبدأ تاني بشكل جديد سنة 2004 باسم دوري السوبر الصيني. لكن الفكرة برضو ما لقتش اهتمام كبير بسبب انشغال الدولة بتنظيم أولمبياد بكين. شي جين بينغ الرئيس الحالي للصين بداية من 2012 كان ليه نظرة مختلفة لكرة القدم، واللي أعلن عنها من قبل وصوله للكرسي بسنة كاملة. قال حرفيا إن هدفه في مجال الكورة مش بس الوصول لكأس العالم لتاني مرة في تاريخهم، لكن استضافة البطولة والتتويج بيها يوما ما. الخطة الصينية كان من ضمنها نقل الخبرات الأوروبية للصين من خلال تملك أندية أوروبية كبيرة. شفنا أندية أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وميلان ملك لرجال أعمال صينيين فعلا. وطبعا الخطة كان فيها استقطاب نجوم العالم للدوري الصيني، ففعلا سنة 2016 كان الدوري الصيني هو الأعلى إنفاقا في العالم. اشتروا جاكسون مارتينيز وباولينيو وروبينيو وجيلاردينو وديمبابا وتيم كاهل وجيرفينيو وأساموات جيان وغيرهم خلال سنة 2016 بس، وبحلول 2018 كانوا جابوا أسماء تانية زي كارلوس تيفيز وأوسكر وهالك وأوديون إيجالو وأتسل فيتسل وألكسندر باتو ولويس فابيانو وخافيير ماسكيرانو ويانيك كاراسكو ومارك هامشيك. عقود الرعاية تدفقت من كل حتة. راتب تيفيز كان الأعلى في العالم وبلغ 40 مليون دولار في الموسم. الخطة تبدو في طريقها للنجاح، لكن على أرض الواقع ده ما حصلش. بالفلوس ممكن تعمل بنية تحتية قوية جدا وتستقطب أسماء رنانة، لكن صعب تعمل جمهور شرس وعداوات بين الأندية. لارس إنريكي مدرب ألماني كان ضمن مسؤولي التدريب في الاتحاد الصيني وصف المشكلة ب الكرة الصينية كرة قدم آلية. إنريكي انتقد أسلوب الحياة الصينية الرتيب. نظام التعليم في الصين بيحتاج لساعات طويلة من الدراسة والواجبات المنزلية، فما فيش وقت للطفل إنه يلعب كورة. السبيل الوحيد في الصين للترقي اجتماعيا هو الحصول على درجات عالية في المدارس والجامعات، بالتالي الأهالي بيفضلوا استثمار وقت أولادهم في دورات تعليمية بعد المدرسة بدل اهتمامهم بهواياتهم زي الكورة. هل دي بس المشكلة؟ لا، جزء كبير جدا من استثمارات الكورة الصينية كانت من شركات العقارات. في سنة 2018 كان 9 من أصل 16 فريق في الدوري مملوكين لمطورين عقاريين. الخطة كانت ماشية كويس مع ازدهار سوق العقارات، لكن اللي حصل إن في 2021 انهار سوق العقارات في الصين، وبالتالي عانت الأندية دي من مشاكل مادية، بعضهم أعلن إفلاسه. جزء كبير من الاستثمارات دي ما كانتش لأسباب رياضية أصلاً. المطورين دول عارفين حب الرئيس الصيني للكورة وكانوا بياخدوا استثماراتهم كسبيل للوصول لرخص البناء اللي محتاجينها. في السعودية بقى احنا قدام تجربة جديدة لجذب أنظار العالم. بدأ الموضوع باستقدام لاعبين من المستوى الثاني عالمياً زي أندرسون تاليسكا ورومارينيو، ووصل فجأة لاستقدام كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونجولو كانتي مع أحاديث عن اقتراب غيرهم. الخطة هي استقدام نجم كبير لكل فريق وتوزيع النجوم على الفرق حسب شعبيتهم وتاريخهم ومركزهم في الدوري. خطة بتتزامن مع نقل ملكية أندية اتحاد جدة وأهلي جدة والهلال والنصر لصندوق الاستثمارات العامة السعودي كبداية لخصخصة الأندية. هدف السعودية هو الترويج للكرة السعودية وللمملكة بشكل عام لجذب السياحة والتمهيد لاستقبال أحداث زي الأولمبياد وكأس العالم قريبا. التجربة السعودية مختلفة عن الصينية لأن السعودية أولا بتملك الإرث الكروي والدوري القوي جدا تنافسيا من الأساس. عندهم تاريخ من العداوات الكروية بين الأندية وده اللي بيدي روح للمنافسة الكروية، وعندهم كمان نمط حياة مختلف تماما عن الصين بيسمح للأطفال بلعب الكورة والاهتمام بيها جنب الدراسة. الأهم إن السعودية فعلاً بتستثمر في بنيتها التحتية الكروية بجانب استثمارها الترويجي والصفقات.
شفنا مؤخرا استاد النصر الجديد واستاد الهلال الجديد، وقريبا انتهاء تطوير ملعب الاتفاق. كل ده بجانب الاهتمام بالاستثمار في قاعدة الناشئين، أمور لو اتحطت جنب بعضها بتدي السعودية فرص أكبر للنجاح عن التجربة الصينية.